المعرض الدولي للفلاحة هذه السنة غادي يكون دورة 16 ديالو واللي كتجي يعني هذا الظروف اللي كنعيشوها اللي هي ظروف ديال يعني جافة، ولكن الفلاحة المغربية كتمتاز المرونة ديالها وكذلك التأقلم ديالها. فالعنوان ديال هذا السنة هو الفلاحة والتأقلم والمناخ، وغادي نركزوا على الأنظمة ديال الإنتاج اللي هي مرنة ومتأقلمة، وهو موعد جد مهم فيما يخص عارضين اللي كيهتموا بهذا الموضوع سواء المغاربة أو الدوليين. كنتظروا تقريبا 70 دولة اللي غادي تكون منها العارضين، على الأقل 25-30 وفد وزاري اللي غادي يجيو من عدة بلدان وخصوصا البلدان الأفريقية. غادي يكون أثر بندوة يعني عالية المستوى فيما يخص البحث والابتكار الزراعي، مع التركيز على التأقلم والصمود للتغيرات المناخية، وكذلك هو مناسبة ما يخص المنتجين المغاربة لتعريف المنتوجات ديالهم وخصوصا المنتوجات المجالية اللي غادي يكون عندنا تقريبا على الأقل 500 عارض من التعاونيات والمجموعات يعني ديال التعاونيات عبر يعني كل أقاليم ديال المملكة، وهذا الشيء جد مهم لهم لا أولا باش يبيعوا، ولكن هو كتكوين لأجل ولوج الأسواق وكذلك هذا الشيء ديال الماركتينغ. ومعرض يعني اللي كذلك هو الدار المواطن، معرض للمغاربة، يكونوا الزوار، يكونوا الأطفال، يكون يعني التلاميذ باش كيشوفوا يعني ويتعرفوا على الفلاحة ديالهم. فطبعا دولة الشرف هي إسبانيا هذا السنة من خلال العلاقات اللي كنجمعنا يعني مع هذه الدولة، تاريخية وثقافية وكذلك جيوسياسية، وكذلك فيما يخص الفلاحة عندنا نفس التحديات وعندنا نفس يعني وعندنا تكامل مع إسبانيا، وعندنا مستثمرين إسبان مع المغاربة اللي مشاركين يعني في عدة مجالات قطاعات ديال الفلاحة، ومناسبة الشركة الإسبانية باش تعرض يعني المنتوجات ديالها، وكذلك باش نتعرفوا ونستفدوا منها طبعا، وخصوصا في هذا الشيء ديال الماء. طبعا بلادنا عملت الكثير فيما يخص المياه، ولكن فيما يخص التحلية ديال المياه إسبانيا هي رائدة على الصعيد الدولي، والمشروع الأول اللي عملته الوزارة الفلاحة ما يخص تحلية المياه في شتوكا لأجل الفلاحة عملناه بشراكة مع شركة إسبانية اللي هي أبينغوا، وغيكون عندنا كذلك لقاءات، يكون عندنا واحد يعني الفوروم مع المهنيين الإسبان واللي غادي نترأسوا أنا مع السيد الوزير الإسباني للفلاحة. Pays à l'honneur de la foire la plus importante de l'Afrique dans l'agriculture, et nous espérons que ce sera une très bonne séance cette année. Normalement, il y aura représentation de plus d'entreprises que l'an dernier. Chaque année, il y a plus d'entreprises et c'est un bon moment pour faire les, ou démontrer, pour prouver les bonnes relations entre les deux pays, et même, surtout sur l'agriculture. Toujours, on apprend de la lutte contre la sécheresse, les productions. Et comme vous savez bien, il y a des Espagnols qui travaillent ici en même temps, mais les produits du Maroc sont bien appréciés. لي عاد الشرف اليوم باش نقدم لكم يعني ما هما التدابير المتخذة من أجل إن شاء الله إنجاح هذه الدورة 16 كسابقتها. هذه السنة دي اللي كتميز إن شاء الله كدولة شرفية ديال المملكة الإسبانية، أيضا كتميز بالتوسعة ديال المعرض، يعني التوسعة ديال الأروقة من أجل إبراز يعني العارض نعطيهم مساحة أكبر، وأيضا للزوار يعني فسحة أحسن. أيضا كاين تحسين جيد وكبير في الولوج للمعرض اللي كان ديما
ملاحظات ديال الزوار ديال المعرض الدولي ديال مكناس. ايضا هذه السنه ان شاء الله كنتظروا باش يكونوا الزوار كيفوقوا المعدات ديال الخمس سنوات الاخيره، يعني كيفوق 930 الف جزائر. ايضا غنفوقوا 40 محاضره، يعني مجموعه كبيره ديال اللقاءات اللي غتتعقد ما بين يعني مختلف الفاعلين في قطاع الفلاحه. ايضا كيتميز بالقطب 12 هذه السنه اللي هو القطب ديال الفلاحه الرقميه، واللي ان شاء الله يكون فيها مجموعه ديال الاجوبه للفلاحه اللي كيتسائلوا على التكيف مع التغيرات المناخيه.